بداية في هذا العدد وضمن مشهد فعاليات سيكون ضيفنا في هذا العدد مدير مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير والذي نظم خلال فترة ممتدة بين 6 فيفري إلى غاية 10 من شهر فيفري الجاري والذي اختتمت فعالياته قبل يومين من الآن وفيها الكثير من المفاجآت في هذا المهرجان وكذلك الإعلان عن التتويجات وأصحاب المراتب الأولى والفائزين بالجوائز بالإضافة إلى عديد التوصيات الهامة التي خرجت بها لجنة التحكيم في هذا المهرجان. إذن قبل تفاصيل أكثر ومعلومات حول هذا البرنامج وأهم ما جاء فيه في برنامجه المسطر لهذه التظاهرة سيكون حديثنا وحوارنا مع مدير المهرجان سيد كمال العويج والذي سهر على مختلف فقرات هذا المهرجان في اتصال مباشر مع السيد كمال مباشرة من تونس. أهلا وسهلا بك سيد كمال. أهلا وسهلا سيدك، مساء الخير، تحية ليك من تونس الخفاء إلى كل مستمعين ومشاهدي إذاعة الجديد في حبيبة. نعم شكرا لك وتهانينا لكم بنجاح هذه الطبعة من مهرجان بانوراما ونشكر كذلك لكم اهتمامكم بهذا المجال وخاصة الفيلم القصير. بداية سيد كمال نتكلم عن برنامج المهرجان الذي كان ثري ومتنوع ويحمل الكثير من الأعمال الشبانية والمهتمة بالأفلام القصيرة، تحدثنا عن البرنامج العام للمهرجان في هذه الطبعة الذي امتد من السادس إلى غاية 10 من شهر فيفري. نعم في البداية حب نعمل شوية تقديم للمعرفين بظهرنا في القصير الدولي للمسلمين والمشاهدين إذاعة الجديد. معرفين بظهرنا في القصير الدولي تم تأسيسه في سنة 2016 والهدف هو المهرجان هو تشجيع الشباب التونسي والشباب العربي والعالم يعرضوا الأفلام الروائية القصيرة، علما أنه هو المهرجان القصير تولي هو أول مهرجان يعتبر هو أول مهرجان تول للأفلام القصيرة. كما تعرف سيد سيدك لدينا عديد من المهرجانات يعني العالمية المهرجانات التونسية مثل مهرجان أيام قرطاس الاجتماعية وعديد مهرجانات أخرى. أيضا هذا هو مهرجان يكون مهرجان أو المهرجان تونسي خاص بالأفلام القصيرة. بما يخص الدورة الحالية قبل أن نعطي البرنامج كامل للمهرجان، مهرجان بانوراما في القصير الدولي تحت الإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية الثقافية بولاية تونس بشراكة مع الثقافة ابن خلدون والجمعية الأولية وأصدقاء المعوقين في تونس والشركاء معنا في المهرجان بانوراما. بالنسبة على المهرجان هذه السنة امتدت على مدة 5 أيام من 6 إلى 10 فيفري في المهرجان هذا في عديد من الورشات وعديد من العروض. الأفلام تم عرضه أفلام روائية قصيرة، أفلام التحديد، أفلام تلفة، أفلام وثائقية قصيرة على 4 كاتيجوري. في أشبال وصلنا أكثر من 2870 مشاركة. تم اختيار 58 فيلم المشاركة، 24 فيلم روائي قصير، 9 أفلام طلبة، 9 أفلام تحريك، و16 أفلام تحريك. أما بالنسبة إلى أعضاء لجنة التحكيم، نعم لحظة فقط أستاذ كمال سنتكلم عن لجنة التحكيم. أستاذ كمال إذا كنت تسمعني، أستاذ كمال المخرج
استاذ كمال اذا لحظه فقط. شيء بيتي عالميكي والمقرشة والسيفة الشيبعية مثبت مدينة كمون وسديد هذه الدورة هو تم اختيار رئيس الشرفية لهذه الدورة هو المخرج السينمائي ابراهيم البي. نعم استاذ كمال فقط لحظة لو سمعتني، بالنسبة لي هذه الطبعة اكيد انه فيه كل طبعة يختار موضوع معين، يعني هل فيه موضوع مخصص مقترح على الافلام يعني تناقش هذا الموضوع ام المشاركة مفتوحة باي عمل كان؟ حبيت تقول انه بالنسبه الى الافلام المشاركه هي خليناها مفتوحه، ما فماش يعني موضوع معين او موضوع الافلام التي تتركه. تم تطبيق عديد مواضيع على رحلات في افلام في مصير يعني ديفويات. تم مثلا موضوع هذا افلام يعني افلام الرعب، افلام على الهجره وعديد عديد من الافلام. وبالاضافه انه في هذه الدوره قصصت المهرجان بانوراما فيلم قصير التالي لعرض فيلم الفلسطيني بعنوان فلسطين 87 لمخرج بلال الخفيف، علما ان هذا الفيلم قد حصل بجائزه تدريب في مهرجان عيد قرطاج السينمائيه في الدوره بسنه 2022. واقترح ان المخبز الفلسطيني بلال خطيب انه يشارك بفيلمي في هذه الدوره في مهرجان بانوراما الفيلم القصير التالي. نعم كنت تكلمت عن لجنة التحكيم وهي المشرفة على تنقيط وتفصيل أكثر لهذه الأعمال. أكيد أن لجنة التحكيم خلال نهاية هذا المهرجان قدمت جملة من التوصيات والمقترحات والإضافات لهذا المهرجان، ماذا عن هذه التوصيات وبماذا أوصت لجنة التحكيم؟ صحيح سيدك أنه أنا لسه تفكير الشيخ وعطيت نعم توصيات المهرجان بانوراما فيلم قصير الدولي ان شاء الله يتم تحضيره ان شاء الله للسنه المقبله. مثلا هناك فيلم يعني فيلم وثائقي كرسي بعنوان الدريده للمخرج محمد صادق باكوش. نعم. هو عرض في منشال يعني برمجه افلام وثائقيه قصيره، علما ان الفيلم باكوش هو فيلم يعني اقترح يعني نفس التحكيم انه فيلم بشركة وثائقية قصيرة تم اندماجه إلى أفلام الثلاثة وبالإضافة إلى عديد من الملاحظات التي تم تتابعها إن شاء الله خلال الدورة العاشرة إن شاء الله في سنة 2025. نعم كذلك فيه ماذا عن الجوائز الفائزة وأهم الأسماء والأعمال التي توجت في هذا المهرجان؟ نعم أستاذ سيدة، أنا بالنسبة إلى أهم التوقيت هو أهم التوقيت وتم اختياره أفضل فيلم رواية قصير، أفضل فيلم تحريك، أفضل فيلم الطلبة و يعني أربع يعني أربع كاتيجوري شاركوا في هذا الشيء. أما بالنسبة على الفوائد تم إدماج نشرة تقييم ثلاثة أفلام يعني شوية بتعطيك يعني لمحة يعني على
على السويس اللي تم اسدها بالنسبه الى يعني افلام روائيه قصيره تتقص على المطر الثالثه في كثير من الساعة لمخرج أنس زمادي من دولة المغرب، أما في المرتبة الثانية متخصصة عليه دولة الإيران في كثير من سايلنت أجين لمخرج محمد جمال من إيران، أما في فيلم روين قصير في المرتبة الأولى متخصصة عليه الفيلم الفلسطيني فلسطين 87 المخرج جليل الخطيب من دولة الفلسطين. أما بالنسبة للأفلام الثلاثة فتحصل عليها المرتبة الثالثة هو من دولة تونس في فيلم تريتا لمحمد صادق بكوس من تونس، أما بالمرتبة الثانية فتحصل عليها من دولة المصر بعنوان انترنال دايس لعمر فكري من مصر، أما في المرتبة الأولى فتحصل عليها من دولة الإيران بفيلم انكوتيوس لديما كالفانتي من دولة الإيران. أما بالنسبة إلى الأفلام الزيتية فتحصل عليها المرتبة الثالثة في فيلم كمانه لمخرج بدوهان ايتوغان من تركيا، اما في المرتبه الثانيه فتحصل عليها من دوله السودان للفيلم العزيزه لمخرج بليل الارباب من دوله السودان، اما في المرتبه الاولى فتحصل عليها دوله مصر في فيلم العون لمخرج ملك أشرف ألهم من دولة المصر. أما بالنسبة على الأفلام التحريك فتحصل على مرتبة سيدة بدولة فرنسا في فيلم ويلد هوس باي لمخرج أرمين الأمريكي جوناث من فرنسا، أما في المرتبة الثانية فتحصل عليها من دولة العراق في فيلم بعنوان شيرين لمخرج سيد شكر من العراق، علما انه فيلم عن فيلم تحريك شيرين يتحدث حول الفيلم حول الصحفية شيرين ابو عقلة التي رحمها الله التي كانت تشتغل في قناة التيران. اما بالنسبة الى المقطع فتحصل عليها في فيلم تحصل عليها دولة سنغافورة في فيلم ريكو ديكستر لمخرج ريبيكا شو من ريبيكا شو صوت كسين هيرو من دولة سنغافورة. هذا وبإضافة تم تم السياسة لممثل صادق في فيلم وبرا خلفت لمخرج مهدي بن جيسة، أعلن أنه هذا كان تنويه خاص لعفو الممثل القدير سلاح مصدق. نعم طبعا. آخر شيء ربما حول هذا المهرجان هو أنه كما ذكرت سابقا فيه الكثير أو العديد أو جملة من الندوات والورشات التي كانت على هامش هذا المهرجان. أهم الورشات وفي ماذا تخصصت هذه الورشات؟ أكيد أنه فيه هواة أو طلبة أو مهتمين بهذا المجال يعني كانوا مشاركين ضمن هذه الورشات. نعم صحيح سيدك، طبعا هناك ورشات في هذه الدورة جديدة في المعروشات بدرانا في القصير الفيدي خصصة ورشات عديدة، تم اختصاص ثلاثة ورشات في المعروشات بدرانا في القصير الفيدي. الورشة الأولى هي كانت ورشة بعنوان سيدي كريبا في التعاون مع جمعية كريسماس ميديا والمناطق كريسماس ميديا والأكاديمية القرطاس للفنون، عملوا ورشة ماستر كلاس لسينيك لمالي تعتبر أول ورشة في نوعها
يعني مشاركين اللي شاركوا في هذه الورثة، عملوا أفلام متخصصة لأفلام البيئة، وتم يعني وصلونا أكثر، وصلونا 22 فيلم سيناريو، تم اختيار 15 مشارك شارك في الماستر كلاس أو في الآخر الأكاديمية شارك لما، ثم يقوموا بالتصوير لمدة الأسبوع أسبوع كامل حتى يتم عرض الأفلام المتوشة من خلال المعرفين بانوراما الفيلم القصير الدولي. هذا فكرة مبادرة طيبة من منصة الكوسموس ميديا، وكما أعلن يعني منصة شمايل كوسموس ميديا أنه سوف يطلقوا يعني مهرجان شيري كليما للأفلام البيئية القصيرة، إن شاء الله في الدورة الثانية في إن شاء الله قريبا، وبشكل خاص هذا نتوجه بالشكر لمنصة كوسموس ميديا تحت إشراف الصحفية مبروك كثير التي تعمل المعرسين بانوراما في القصيرة الثاني، كما تعمل المعرسين بانوراما في القصيرة الثاني هذا الماستر كلاس في الورشة وإلى ذلك. أما بالإضافة إلى الماستر كلاس الثاني فكانت مناصي إلى الفن المكياج في الأفلام الرعب بإشراف الدكتورة إيمان ثامت، وتم سمع تم يعني عملنا يعني ورشة في دار ثقافة ابن خلدون المغربية، وبالإضافة إلى الورشة الثالثة في عنوان الفيلم تنفيذ فيلم لدكتورة فاتن ريديت، والتي كان عملنا في دار ثقافة ابن خلدون المغربية. نعم، فقط في تفصيلة بسيطة حبيت أقول كلمة أنه في المعرفين بانوراما في القصير التوالي هناك يعني غياب دائما في وسائل الإعلام المحلية والإعلام مش عارفين لماذا وسائل الإعلام المحلية ولم يواجهوا تظاهرة المعرفين، علما السادة السادة أنه في شهر فيلي في تونس هناك عديد من التظاهرات والتظاهرات وحدث ثقافية المعرفين، مثل معرفين أيام 13 سنة العرايس التي أقيمت في مدينة الثقافة، ومعرفين أيام القيروان السينمائية في القيروان، وأيضا معرفين صديقس السينمائي قصير في صديقس. حبيت أقول إنه المعرفين بانوراما في القصير الثاني تم ما تقومنا يعني حددنا يعني تاريخ المعرفين منذ بداية العام الفارغ. المشكلة إنه المعرشين صفاقس ومعرشين القيروان كانوا مبرمجين يتم عرض يعني المعرشين خلال الشهر سبتمبر 2023 الا تم تأجيل هذه الدورة يعني الى الشهر فيفري 2024 لما الأحداث ما وقعت في دولة فلسطين، وأيضا هناك توصيات وصلتنا من أتيت وسيرة ديون الثقافية، أتيت وسيرة حياة الطب كرماسي التي دعمت المعرشين بانوراما فيلم قصير دولي، والتي أسرت أنه يتواصل المعرشين
وايضا هذا يكون انه الافلام المتوسطه او اي افلام المتوسطه يتم عرضه في المدينة الثقافة، وايضا جديد بعضنا مباشر انه الافلام المتوسطه سيتم عرضها ان شاء الله خلال المهرجان ايام 18 السينمائيه في الدورة القادمة. نعم، شكرا سيد كمال، لأنه الوقت أصبح يدهمنا، ربما استوفينا كل تفاصيل المهرجان. إن شاء الله العاقبة للمهرجان المقبل، لأنه كذلك سيكون فيه إضافة، لأنه منصة كوسموس ميديا ستكون كذلك مشاركة في هذا المهرجان. وبالنسبة لهذا المهرجان في هذه الطبعة، أكيد أنه كل الانطباعات والآراء حول هذه الطبعة كانت مميزة وكانت ناجحة موفقة إلى حد بعيد. كلمة أخيرة أستاذ كمال، ونتمنى نشوفك يعني في مهرجان مقبل بحول الله عن قريب. في الختام أود أن أشكر أسرك أستاذ السابق على يعني على على ما تقدر تكون متواجد في عبر إذاعة الكثير. حمدنا أيضا حمد التوشة لتشكيل السكس لكافة العاملين بإذاعة الجديد التسييرية فرتر ولي عملونا يعني هذا الحوار، وإن شاء الله نتوصل إلى دولة الجزائر. دولة الجزائر حبة كثيرا حبة برشا عربة أن تونس والجزائر هي قاوة كما يقولوا، وأرسل لنا لهم كونوا معكم ونحضر إن شاء الله في استديوهات إذاعة الجديد إن شاء الله. نعم، شكرا لك أستاذ كمال، وبالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله وموفقين. إذن كان معنا في هذه الاتصال سيدتي المشاهدين السيد كمال العويز مدير مهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي بتونس، وتحدث عن جملة من التدابير التي كانت خلال هذه الطبعة التي استمرت على مدى 5 أيام، وكانت فيها المشاركة قياسية، حيث أكد أنه كانت فيه رغبة من طرف 2700 عمل للمشاركة في هذا المهرجان، وهو يعني عدد ضخم جدا. تم اختيار من طرف لجنة الانتقاء 58 عمل، وتم عرضها خلال أيام المهرجان، وتم تتويج عدد من هذه الأفلام. وكذلك بالتزامن مع هذه الأيام كان فيه ورشات وندوات قدمت ونظمت في هذا المهرجان. إذن كانت هذه معظم التفاصيل الخاصة بمهرجان الدولي للفيلم القصير بانوراما.